الخمسينات والستينات. اذا كانت المحاجات ظهرت تو وما كانتش موجوده في الخمسينات والستينات، رغم ان احنا تو مؤخرين، هل يسميوا فيها تو بالدرجه بعض الناس؟ انا باهم شريان، انا باهم شريان، هذه ما تنتهيش. انا احنا نحب نقدموا لكن في الواقع قاعدين نوخروا. ولهذا لازم تفهموا ان الجرأة والحريه اللي هذه مغروم بها ياسر في مالي بن حموده في وانا معك نعم، الحريه والكرامه، هذا الحريه والكرامه اللي مشتاق لهم الشباب اليوم برشا، نحبوا عندكم الحريه والكرامه، الحريه باش تتكلموا، الحريه نحبوا نتفاعلوا معاكم ونحكوا معاكم ونحبوا نسالوكم من 16 17 عام حتى 30 عام الماكسيموم، يعني جيل ما يبعدش عليهم برشا. لو تشوفوا الخطوره وين؟ اغلبهم قريب، قال فما حتى ناس اللي عندها شهيده، وفما ناس اللي تخدم بوظائف عندها وظائف. عندها الرغبه متمشيه مش من في الاوساط الشعبيه ولا اوساط المهمشين ولا الناس البطاله، لا موجوده عند الكل. تعرفوا العام والبسطة؟ اي 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 حاجة معناها مش للبلافون في الاستهلاك، في الاستهلاك العقاب اللي حطه القانون يوصل الخمس سنوات سجن في الاستهلاك، وخمس سنوات ايضا في المسك، تنجم تكون شاذة في يدك راه ولا في جيبك شاذة، حتى المسك راه جريمة يتعاقب عليها. خلي عاد اللي يبيع، اللي يبيع ينجم يوصل العقاب فيه حتى مدى الحياة، والخطايا توصل حتى المليار. عليها شوفوا الصرامة اللي محطوطة في المسألة هذه. بالحاجات الأخرى أيضا، أنه تعرفوا بالقانون ينجم حتى القانون هذه أنه القاضي وقت اللي يجي يحكم ينجم يخفف العقاب وينزل به، مثلا يكون عقاب السجن ينجم يرجع ثلثي ولا يرجع خطيه. في المخدرات لا، عام عام ما ينجمش، مش بامكان القاضي باش يهبط العقاب هذاك. فتصوروا انه واحد يتشد عنده في جيبه بوته فيها 0.1 جرام مخدرات، شوف شي جرعية. فما عقاب اخر خلف الحبس، انه ينجم يصدر عليه حكم يمنع من حقوقه المدنيه والسياسيه لمدة 10 سنوات، ينجم لا يكون ناخب ولا منتخب، يمنع عليه الحصول على باسبور جواز سفر لمدة 10 سنوات. تصور واحد يقرا في الباك ويكون من ماجور ينجح ب 19 معدل وتجيه فرصة باش يقرا في كندا ولا في فرنسا، ولكن تشد في مخدرات وتحكم عليه قبل الباك بعامين، ولكن معاه حكم واحد آخر يمنع من باسبور. شوف شنو نجم ينجر عليه، شوف الخطورة اللي موجودة. ولكن في السيارة في الباب اللي جنبه الباب على اليمين لقاو عنده مخدرات، شوفوا معناها الأسامي، كاريره تحطم، مستقبله تحطم، سمعته تشوه والحبس، وشوف ما يترتب عليه. يعني هذا كله بسبب انه الناس ما تقدرش عواقب انه راهي المخدرات هذيا تنجم تنزل الانسان الاثاثه ما عادش يخرج منها. ولذا ردوا بالكم من الناس اللي يقول لكم لا جرب حتى مره ولا جرب بلاش وراي تشيخ وراي تعمل كيف وتعمل جو وراي ما يفيقش بها الحاكم، لا تو يعطيكم الدكتور بعد حتى لو قداش تنجم تبقى وموجوده وتحليلها سهل، من اسهل ما يكون تحليلها. وكم تشوفوا فما الاسبوع اللي فات انا كنت في المهديه نهار الاثنين تقريبا، نهار السبت ولا نهار الجمعه فما قهوة في المهدية، مشى العبد يقوم بدورية عادية، إيباد كشفوا أن القهوة هذيك كيما الحشاشة في مصر، قهوة كاملة للناس اللي فيها تضيع بالزطلة وناس تكيف وناس كذا، الكلهم شباب وأغلبهم تلامذة، تقوا فيها أكثر من 20 واحد أغلبهم تلامذة،
شنو ذنبهم؟ لأنهم ارتدوا مشاو للطاوة، فالطاوة سهلت العملية وغيره. فهذا يدمر عائلة، يدمر والدين، يدمر مستقبل الشباب هذوما، وبلادنا تحلت فيها الحدود، من ليبيا تدخل، من الجزائر تدخل، تونس منطقة عبور، تونس منطقة زاد استهلاك. يعني ردوا بالنا من الظاهرة هذيا، لا قدر الله كانت فشل راهو دمر مجتمعات، راهو مجتمعات اليوم مدمرة، لأنه الحشيش فيها والجروب الهندي اللي نسيتو ما سميتوش، لأنه بالعربية وقيلة بالهندي هو الزبطة هذيا، دور منتشرة بشكل كبير. ردوا بالكم في العقاب، العقاب صارم وشديد وما يتسمحش مهما يكون الظروف، مش قولوا راه ولا نقرا ولا استهلاك. طبعا نعطيكم زاد المشرف حط اليات للوقايه وحط فرصه للانسان اللي يستهلك بين غفرين باش يتوب وباش يتصلح، وفرصه باش يمنع من العصابه. واذا ثم اي سؤال نجاوبكم عليه. من مشاكل نفسيه تنجم تكون معناتها صعوبات، تنجم تكون متفاوتة الخطوره معناتها من حاجات خفيفه الى حاجات تنجم تكون معناتها توصل حالات مرضيه. ثاني حاجة تأثير زادة المحيط نتاع المراهقين على المرهق بحد ذاته. وش معناتها؟ معناتها في إطار جو، في إطار قاعدة، في إطار معناتها الواحد ساعات يكونوا أصحاب السوء، يعني مش بالضرورة يكونوا أصحاب السوء، معناتها في إطار قاعدة ما بين أصحاب فرد معناتها فرد عمر، ينجم يكون معناتها الكونتاكت مع المخدرات يكون أسهل. يبدا مثلا كيما السيجار وكيما المخدرات كيما الكول، فما نوع من التحدي معناتها جرب راك، اذا كان جرب راك راجل ما تجربش معناتها راك خايف، ماكش معناتها ماكش تابع الجروب هذاك، ماكش ما تنجمش تعطي معناتها ما تنجمش تعطي صوره اللي تحب عليها انت تنتمي لكل الجروب هذاك. لذلك دونك اول استعمال يكون في الاطار هذا، لكن فما اطار اخر اللي هو يكون مثلا المراهق يمر بفترة من نفسية صعيبة، توتر، اكتئاب، معناتها صعوبات حتى اجتماعية، صعوبات في العائلة، صعوبات مع الصحاب، دونك يلوج على طريقة باش يتجاوز الصعوبات هذيك، والطريقة هذيا من بينها معناتها فما السواقر، فما الدخان، فما الكول، فما المخدرات، وأهم حاجة معناتها أكثر حاجة منتشرة بالكي هي الكنابيس والزغلة. دونك هذول هما الدوافع من الجانب الانسان عنده دور كبير باش يبدا الصغير، باش يبدا المراهق ولا الشاب يستعمل في الكنابيس. فما حاجه اخرى زاده الاضرار نتاع الكنابيس اللي هي اضرار معناتها اضرار بدنيه واضرار نفسيه. اش معناتها؟ معناتها الاضرار النفسيه تكون مثلا في اطار معناتها من الاول تلوج مثلا على تفريده، على جو، على معناتها على احساسك هي نسميها احنا احساس اوثوريزون معناتها نشوه. دونك يدخل بالاحساس هذاك، لكن الاحساس هذاك ما يدومش، مش في ساعه ما تتطور الحاله وتولي حاله التوتر وحاله خوف وحاله ساعات معناتها تهيؤات، ويدخل في حالات معناتها حتى نوصلوا حتى حالات انفصال في الشخصيه معناتها السكيزوفرينيه المعروفه معناتها.